تصريحات غير مسبوقة من سفير إيران لدى المملكة العربية السعودية تشيد بجهود المملكة المبذولة في موسم الحج ونشر الإسلام المعتدل بعد حالة من التوتر والتصعيد شهدتها العلاقات السعودية الإيرانية في موسم الحج عام 2015 على خلفية مقتل سفير إيران غدا فاروق أبادي وهو يؤدي مناسك الحج. فماذا تضمنت هذه التصريحات الإيرانية أمس؟ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس، صرح السفير الإيراني لدى السعودية رضا عنايتي عن نجاح المملكة في إدارة شؤون الحج، قائلاً أن المملكة العربية السعودية اختارت لقب أو عنوان خادم الحرمين الشريفين لمن يرأسها، وهذا يدل على أن خدمة ضيوف الرحمن هي الأولوية الأولى لخادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، مضيفاً بأن السعودية تقوم بجهود عظيمة وكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر الإسلام الوسطي المعتدل. كما أشاد عنايتي بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع التوسعة الجبار التي يشهدها الحرمان الشريفان لراحة الحجاج والمعتمرين والزوار، وقال مؤكداً إن الحجاج الإيرانيين عندما يأتون إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب في زيارات العمرة سيحظون بكل الاهتمام من المملكة العربية السعودية، ونحن نشكر هذه الخدمة وهذا بلد الإسلام والمسلمين. نحظون بكل الاهتمام من المملكة العربية السعودية ونحن نشكر هذه الخدمة. وجاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. يبدو أن تصريحات السفير الإيراني أمس أخمدت نيران التصعيد اللفظي والتوتر التي شهده موسم الحج عام 2015 بعدما توترت الأوضاع بين البلدين بعد حادث منى الذي أسفر عن مقتل سفير إيران السابق لدى لبنان غدا فاروق أبادي خلال تأديته مناسك الحج في مكة المكرمة بسبب تدافع الحجاج. فانهمرت الاتهامات من قبل طهران على المملكة بتدبير الحادث، وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقتها نقلته وكالة الأنباء الطلابية قائلا: تشير معلوماتنا إلى أن ركن أبادي ما زال على قيد الحياة ونطالب السعودية بإعادته حيا. تبذل المملكة جهودا كبيرة ممثلة في وزارة الحج والعمرة لإثراء خدمة الحاج والمعتمر من خلال تيسير إجراءات أداء المناسك وتطوير الأنظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وإكمال البنى التحتية بهدف توفير ضيافة دينية بمعايير عالمية وخلق رحلة ميسرة وسهلة للحجاج والمعتمرين والزائرين من لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة وحتى مغادرتهم.